تحية طيبة للجميع. يشارك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمدينة باري الإيطالية في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم والتي تواصل أشغالها ليومها الثاني. وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة تلبية لدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا السيدة جورجيا ميلوني. فما هي أهم الملفات المطروحة في قمة كبار المصنعين في العالم؟ أما الذي يمكن أن يقدمه الغرب المصنع للقارة الإفريقية التي تعيش على مخلفات الصراع الصناعي العالمي على مصادر الطاقة؟ وما الأدوار التي ستلعبها الجزائر في إطار المرافعة من أجل عالم متعدد الأقطاب يضمن مصالح الجميع لكن بتعاون الجميع؟ الجزائر في قمة الدول السبع، مشاركة سياسية بأبعاد جيواقتصادية، موضوع هذا العدد من برنامج في قلب الأحداث. أهلا بكم من جديد. إذن يصحبني في نقاش هذا الأسبوع من برنامج في قلب الأحداث دكتور إسحاق خرشي المحلل الاقتصادي. مساء الخير. مساء النور أخي بدر الدين، تحية لك. شكرا جزيلا على قبول الدعوة. ويرافقني كالعادة البروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية. شكرا أستاذ بدر الدين ولضيفك الكريم كذلك أستاذ خرشي. إذن أبدأ معك بروفيسور مصطفى صايج. قمة المجموعة السبع للدول المصنعة أو الأكثر تصنيعا، ما أهمية أولا المشاركة الجزائرية في هذه القمة، وأيضا نتحدث عن توقيت انعقاد هذه القمة؟ طبعا أنت تعرف اللحظة الاستراتيجية التي يعيشها العالم في هذه الظروف. نعم. هي دائما ما تسم في مراكز دراسات استراتيجية حتى من صناع القرار على مستوى القوى المتصارعة عالميا، أن النظام الدولي يتوجه إلى مستقبل سماته الأساسية عدم اليقينية في الاستقرار، بمعنى كيف سيكون العالم في السنة القادمة أو ما بعد السنة القادمة. وهنا عدة تحديات أثبتت بأن القوى مهما كانت قدراتها عظيمة أو صغيرة ليست لديها القدرة على التكيف مع هذا مجموعة التحديات أو التهديدات. مثلا قبل سنتين العالم اكتوى بتهديد الأمن الصحي من خلال عملية كوفيد، لاحظنا كيف أن النشاط والاستقرار والعلاقات الدولية في بعدها السياسي والدبلوماسي والمجتمعي والاقتصادي تعطلت كلية، وبالتالي أصبح العالم بحاجة إلى تكاتف الجهود لكي نتكيف مع مجموع هذه التهديدات الغير مرئية. صحيح. الغير يقينية وعدم القدرة على التحكم في توجهاتها. مجموعة اقتصادية ما تسمى بجيسات هي بالأساس تشكل ما تسمى بنواة الدول الاقتصادية الصناعية الكبرى بين قوسين ما يعرف بالبعد القيمي الديمقراطي الليبرالي، وكان هذا اللحظة في نشأتها وتطورت فيما بعد أنها كانت وليدة أزمة النفط العالمي في 1973، وهنا بالمناسبة على خلفية الصراع العربي الإسرائيلي في حرب أكتوبر عندما تم استخدام النفط كورقة استراتيجية لقيام الدولة الفلسطينية. منذ ذلك الوقت تقريبا 50 سنة أصبح نفس المشاكل الجيوسياسية على مستوى الشرق الأوسط، لا الدولة الفلسطينية قامت ولا الاستقرار المالي الاقتصادي أصبح قائما. وبالتالي هنا الهم الأساسي بالنسبة إلى هذه القمم هو كيف نجد اقتصاد أو ما يسمى بالسلام الاقتصادي الليبرالي، لكن بخلق أعداء. وهنا ما يتضح في هذه اللحظة أن الأجندات الكبرى لا تزال، المسألة الروسية الأوكرانية تشكل تهديد ليس فقط على المجموعة الاقتصادية السبعة وإنما تشكل على العالم. لاحظنا تداعياتها على القارة الإفريقية بالأساس، تبعيتنا للأمن الغذائي أو الأمن الطاقوي، كيف دعني أقول أصبح العالم كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، والآن أصبح في بعض الأحيان حتى الموت بالنسبة إلى هذه الانعكاسات. طبعا مجموعة الاقتصادية الآن لديها أجندتها الخاصة، لكن أصبح في إطار هذه الأجندة ما تسميه بالأمن التعاوني المشترك.
لا يمكن لأي قوى اقتصادية في العالم أن تبني سلامها الاقتصادي أو الأمن والاستقرار على المستوى العالمي بدون أن تكون الشراكة الواسعة. وهنا هذه الشراكة يجب أن تميز فيما نسميه بليزاكس جيوبوليتيك أو المحاور الجيوسياسية التي تشكل دعامة كل منطقة. وهنا عندما تذهب إلى المنطقة المتوسطية أو الإفريقية، الجزائر حاضرة انطلاقا من أن رؤية القوى الكبرى في الأمن الطاقوي أو الأمن البيئي أو الأمن السياسي في منطقة الساحل أو أفريقيا أو المتوسط أو ما يجري في الشرق أوسط في مستقبل بناء الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تفرض رؤيتك إلا من خلال هذه الشراكة. وبالتالي تحولت مجموعة الاقتصادية السبعة من أجندة المالية أن تجد نظام مالي متكيف مع الورقة الاستراتيجية الطاقوية إلى أولوية التحديات الجيوسياسية على العمل الاقتصادية. وهنا ربما سنحلل فيما بعد مع أستاذ خرشي كيف يمكن للعقوبات الاقتصادية مثلا أن تقوض النظام المالي الاقتصادي. اثنين، وهو مهم جدا، أنه لا يمكن أن تبني المشاريع المتناقضة، لأن في قمة جي سات في طوكيو قبل تقريبا في السنة الماضية 2023 عندما تضع مشروع ل 600 مليار دولار الهدف الأساسي أن تقوض المشروع الاقتصادي للطريق والحرير الصيني. بمعنى هنا المسائل الجيوسياسية والجيوقتصادية أصبحت طاغية، لكن كل قوى تنظر إلى الفواعل في كل منطقة، في إفريقيا، في المتوسط، في آسيا، في المحيط الهادي، بما يخدم استقرار ومصالح الضيقة في بعض الأحيان للمجموعات الاقتصادية وتكتلها. طيب، هذه الأجندات السياسية الاقتصادية للدول الكبرى في العالم، سواء كانت في تحالفات الدول السبع أو في تحالفات أخرى، دكتور خرشي، ماذا عن القيمة الاقتصادية لمجموعة الدول السبع حتى نفهم التحديات وهذه أيضا الأجندات المرسومة على المدى البعيد أو المدى القريب؟ صح تابع. هو الوضع الاقتصادي رغم أنها دول متطورة اقتصاديا ولكنه يواجه عدة تحديات، أبرزها أنه حجم الديون على هذه المجموعة يمثل كمجموعة ككتلة واحدة يمثل 129% من الناتج الداخلي الخام لكل مجموعة. هي دول يعني تستدين من أجل بعث النشاط الاقتصادي. التحديات كانت موجودة على مستوى المحاور التي تطرقت إليها القمة، الهجرة، منطقة البحر الأبيض المتوسط، الوضع في الشرق الأوسط، الوضع في أوكرانيا، لأنها قد تبدو مواضيع سياسية أمنية ولكن بدون تمويل ما يكون فيها لا حرب ولا يعني أي إجراءات يمكن اتخاذها. تم الحديث أيضا على الذكاء الاصطناعي، الأمن الاقتصادي. العالم لا يزال يواجه بعض التحديات، ويدخل هذا أيضا في إطار نوع من الصراع ما بين الأقطاب، ما بين جيسات والبريكس، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا من جهة، وبين روسيا والصين، حتى كوريا الشمالية من جهة أخرى. ففيه العديد من التحديات الاقتصادية وخاصة المالية. طبعا الدول لها وزن كبير في المشهد الاقتصادي العالمي، وضروري يكون توازن في المشهد الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى الكتلة الثانية. الحدث اليوم كان متعلق بشكل كبير بالجانب المالي، خاصة بالنسبة لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص كيفية الحصول على المزيد من التمويل لمواصلة الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. تم تخصيص 50 مليار دولار، وهي ناجمة عن الفوائد الخاصة باحتياط الصرف الروسي الذي تم. وسنأتي الحديث عن تجميد هذه الأصول، وأيضا لماذا ذهبت أوروبا نحو هذا. كان فيها عدة مواضيع ما بين هذه الدول، لكن كل دولة تحاول أنها تركز أكثر على الموضوع الذي يخدمها. بمعنى آخر، إيطاليا دائما تبحث عن حشد المزيد من التمويل والدعم بالنسبة لخطة ماتي حول الهجرة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، القمة انتهت يوم أمس لما تم توقيع اتفاق بخصوص تمويل الحرب، لأنه هذا هو الموضوع الذي كان، وسيغادر حتى الرئيس الأمريكي في هذه الليلة. تمام، يعني أمور منطقية متسلسلة. لكن سؤالي ربما فيما يتعلق بالقيمة الاقتصادية لهذه المجموعة، هل هي كمجموعة الآن في ظل ما يحدث الآن في العالم، تحدث اقتصاديا على الأقل، هي حقيقة ربما تمثل هذه القوى الاقتصادية في العالم بالمقارنة مثلا مع البريكس أو مع الدول أخرى، أم أنه
فيه اقتصادات قوية داخل المجموعة واقتصادات أخرى تعتمد على تلك الاقتصادات القوية. هي في البداية نعم كانت قوية اقتصاديا يعني، لكن الآن بدأت تضعف قوتها الاقتصادية بالنظر إلى ظهور أقطاب أخرى جديدة وبالنظر إلى تطور اقتصادية الدول الأخرى. اليوم هذه الدول السبع ليست هي أقوى اقتصادية في الدول، فيها الهند، فيها البرازيل، لذلك رأيناهم كانوا مدعوين. في الصين أيضا في الصين غير موجودة أيضاً في المجموعة. إخراج روسيا. ثم هذه القوة، نقطة القوة لهذه الجيسات هي الأدوات، تمتلك الأدوات الاقتصادية، مثلا السياسة النقدية والمالية، نظام تحويل الأموال سويفت هي الوحيدة يعني تحتكر هذا النظام، وبالتالي كل الدول تتخوف من إمكانية معاقبتها ماليا تجميد الأصول مثل ما حدث على روسيا بسبب احتكار هذه. يعني تمتلك القرار الاقتصادي، تمتلك القرار الاقتصادي، وأيضا تستخدم السياسة النقدية والمالية لحل المشاكل الجيوسياسية مثل ما حدث ما بين أوكرانيا وروسيا. هذه نقطة القوة، أنها تمتلك الأدوات الاقتصادية. في محاولة جادة من روسيا من أجل تطوير أنظمة مالية، يعني حتى تصبح الأدوات اليوم ما ولاش الوزن فقط بالاقتصاد والبي بي، وإنما الأدوات اللي يمكن أنك تستخدمها. حتى هذه الجيسات أيضا يتواجه اليوم تحديات، تقرير تخصيص 50 مليار دولار يواجه صعوبات فنية، لأن الأموال الروسية الموضوعة في الخارج كاحتياط أجنبي موضوع من أجل أن يحول فيما بعد إلى روسيا وليس إلى الدول من أجل الأخرى. وسنأتي الحديث عن هذه النقطة بالذات وبالتفصيل معك دكتور خرشي. أعود إلى البروفيسور مصطفى صايج، تحدث قبل قليل عن ربما بأن الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على هذه القمة، وهذا أكيد، وأيضا ما يحدث في الشرق الأوسط والعدوان على غزة يلقي أيضا بظلاله على ما يحدث من أشغال في هذه القمة. هل تعتقد بأن قمة إيطاليا يمكن أن ترمم الإزدواجية في التعامل مع القضايا الدولية؟ شاهدنا الآن قرار بمنح 50 مليون دولار بالنسبة لأوكرانيا، مليار معذرة، في نفس الوقت لا حديث الآن عن حتى مساعدات للأونروا في غزة. طبعا أنت محق، لأن منذ العدوان الصهيوني على قطاع غزة والتعامل الغربي الأوروبي بدرجة أساسية مع المسألة الروسية في أوكرانيا، تحدثنا عن المعايير في الازدواج، ازدواج استخدام أدوات القوة، سواء القوة الاقتصادية أو العسكرية أو دعم على الأقل للدفاع عن الحق الموجود في النزاع الروسي الأوكراني. وبالتالي هنا ربما العقدة بالنسبة إلى الغرب حاولوا أن يتداركوها بعد 9 أشهر، لأن في الجلسة هناك إجماع منذ أن قدم بايدن مشروعه لمجلس الأمن القرار 27-25 المتعلق بوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات، كان هناك بيان لمجموعة 7 أنها أيدت المشروع قبل التصويت عليه داخل مجلس الأمن. وهنا وكأن محاولة استرجاع الثقة مع المجتمع الدولي الذي أثبت في الجمعية العامة في مجلس الأمن في السخط داخل الدول الأوروبية ذاتها وداخل المجموعة الأوروبية السبعة، عفوا المجموعة الاقتصادية السبعة، إذا حسبت التأييد المجتمعي داخل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل بريطانيا أو داخل فرنسا أو حتى داخل إيطاليا وحتى بالنسبة إلى اليابان في آسيا، كل هذه الدول من كندا إلى اليابان كلها كانت تحت ضغط مجتمعي لضرورة أن تجد هناك مساعدة سياسية وإنسانية للمسألة الفلسطينية. بما يقابلها اللحظة التي يجتمع فيها مجموعة الاقتصاديين السبعة، كان هناك بنوت عريضة لعناوين أكبر الصحف الأوروبية أن الذين ذهبوا من القادة الأوروبيين خصوصا قد خسروا الانتخابات الداخلية انطلاقا من السخط المجتمعي على الدعم اللا محدود واللا مشروط للحرب الروسية الأوكرانية. الآن الحديث في التمويل 50 مليار دولار التي أشرت إليها مثلا هي إضافة للملايير الدولارات التي تقدم لصب الزيت على النار في المسألة الأوكرانية، لأن كما قلت هي مسألة جيوسياسية بامتياز، كان من الضروري أن يجد لها حلا في إطار اللعبة الأوروبية على الأقل الأوراسية، انطلاقا من قناعة روسيا بأنه لا يمكن للحلف الأطلسي أن يتمدد إلى حدودها البرية. وكان هذا توافقات. وبالمناسبة الجيسات كانت جيويت، بمعنى أن روسيا إلى غاية 2014 كانت هي عضو منضم إلى هذه المجموعة الاقتصادية، يضاف إليها أن لديها الشراكة الاستراتيجية مع الحلف الأطلسي في إطار المجلس، وكان هذا التعاون في رؤية متكاملة
بما يعني بناء السلام العالمي. هنا التمدد الأطلسي، هنا بالمناسبة البيان الذي سيصدر غدا بالنسبة للمجموعة الاقتصادية السبعة كان في هذا اليوم بيان لقمة الحلف الأطلسي، بمعنى هناك توافقات صحيح. بين القدرات الاقتصادية وبين القدرات العسكرية بهذه الرؤية التي هي في الحقيقة سوف تصعد من النزاع الجيوسياسي تجاه روسيا، لأن العقيدة الأطلسية في خصوص المفهوم الاستراتيجي الجديد 2022 وضعت روسيا كتحدي استراتيجي يجب تقويضه في اليابسة على حساب نفوذه في المتوسط أو في البحر الأسود وغيرها في المياه الدافئة. إذن هذا انعكس على ماذا؟ انعكس على تجانس المجموعة الاقتصادية السبعة، لأن ألمانيا التي كانت لديها علاقات استراتيجية طاقوية مهمة مع روسيا، في نفس الإطار أوروبا ذاتها كانت ربما تستفيد 40% من الغاز الروسي كان يمد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هنا في تقديري هناك بعض الصراعات الخفية، وهذا ما يؤدي إلى تقويض الرؤى المستقبلية لما نسميه بالسلام الاقتصادي العالمي وانعكاساته ليس فقط على أوراسيا وإنما على القدرات المجتمعية. وصعود اليمين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية هو مؤشر الأول والأساسي هو ضعف القدرة الشرائية والمعيشية لدى المواطن الأوروبي الذي اكتوى بانعكاسات الأزمة الروسية. بما يتعلق بالمسألة الفلسطينية أصبحت هناك الازدواجية في شعار المجموعة ذاتها، لأن أحد مبادئها أنها مجموعة قائمة على حقوق الإنسان، حريات الفردية، دعم حقوق الشعوب، وفي بعض الأحيان كانت تدعم حتى تدخلات لتحطيم دول بعينها لأنها لم تلتزم بالمعايير الغربية المتعلقة بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وبالتالي أصبحت المسألة الفلسطينية وما يجري من عدوان في غزة مرحلة كاشفة للإزدواجية وللمعايير المتناقضة بين منطقة ومنطقة أخرى. وبالتالي هنا ربما البيان كما قلت هو استعادة لهذا عقدة الذنب من خلال هل سندعم، لكن في النهاية من سيمنح إعادة بناء هذا الدمار الذي تم في فلسطين صحيح. بالمناسبة كذلك الاتحاد الأوروبي إلى غاية السنوات السابقة كان 70% من إعانات للسلطة الفلسطينية، لكن إعانات مشروطة بمعنى لغاية اليوم باستثناء ربما إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا الكثير من الدول الأوروبية وحتى الدول الصناعية إذا حسبتها لا تؤمن بمشروع الدولة الفلسطينية، مع العلم أن الخيار الاستقرار في المنطقة مرهون بقيام الدولة الفلسطينية على غرار هذا الحزم وهذا الصرامة في الملف الأوكراني. وربما هذه الازدواجية كما أشرت ربما تكرسها وتقدمها صورة اجتماع وزراء الدفاع لحلف الأطلسي ببروكسل، وفي نفس الوقت اجتماع القادة السياسيين بباري الإيطالي. طبعا هنا بمعنى هناك توافقات، لكن هذه التوافقات أدت مثلا إذا الازدواجية مثلا الصراع مع روسيا وصل إلى استخدام الخيارات الاستراتيجية النووية، العقيدة العسكرية الروسية أصبحت واضحة، أي اعتداء على أراضينا سوف نستخدم الخيار النووي التكتيكي في البداية، وهنا سوف نعود إلى مسألة هيروشيما وناغازاكي، هذا خطر كبير جدا. الحلف الأطلسي في بياناته يقول أنه لأول مرة الحلف الأطلسي سوف يقدم كل المساعدات وسمح لاستخدام حتى التكنولوجيات العسكرية المتطورة لأوكرانيا لضرب الأراضي الروسية. نحن الآن كما قلت في بداية تقديمي الدبلوماسية الجزائرية تسير على حبل رفيع جدا من التناقضات والصراعات، وبالتالي كيف نساهم. وهنا بالمناسبة الرئيس الجزائري عندما ذهب إلى زيارة إلى روسيا كان صريح جدا وشجاع أننا لدينا القدرة على استعادة لحل هذه الأزمة، لأن صحيح. رؤيتنا المستقبلية تقوم لا يمكن للمجموعة الاقتصادية أن تبني نظام اقتصادي قائم على الاستمرارية والديمومة والتنمية المستدامة بدون أن تحل المعضلات الاستراتيجية الجيوسياسية العالمية وعلى رأسها المسألة الروسية. وهنا سوف نعود إلى طاولة المفاوضات صحيح. كل شيء قابل للحل. هنري كيسينجر طرح قبل أن يموت ما يسمى بذئب الدبلوماسية الأمريكية، طرح حلول واقعية بمعنى لماذا لا تكون أوكرانيا حيادية، وهذه الحياد في حد ذاته يبقى التعايش بين روسيا وبين وهو ما يطلبه بما يخدم العودة إلى السيناريو الذهبي. نعم.
عندما كانت روسيا في المجلس الاستراتيجي الأطلسي. طيب. روسيا كانت في شراكات اقتصادية قوية مع ألمانيا، وبالتالي هنا في تقديري بين ثقل الخطاب القيمي الليبرالي وبين الواقع الجيوسياسي علاقة مريرة جدا تحتاج إلى الكثير من التأني لقراءة المستقبل الذي يتميز كما قلت بعدم اليقينية في هذا السلوك بين ثقل الخطاب الأخلاقي والواقع المرير الذي لا يزال يؤجج الصراعات واستمراريتها. وهنا علامة استفهام كبرى بالنسبة إلى الفكر الاستراتيجي على كل المستويات. صحيح، ومهم جدا أن تكون الجزائر بطبيعة الحال حاضرة في هذه القمة، قمة الدول السبع، وهو ربما ثمرة من ثمار هذا العمل على توازن في العلاقات البينية بين الجزائر ومختلف القوى السياسية والاقتصادية. دكتور خرشي، أعود إلى النقطة التي ذكرتها أيضا في بداية تحليلك حول الأصول الروسية المجمدة التي سيتم تقديمها كمساعدة لأوكرانيا من الناحية التقنية والفنية حتى تكمل الفكرة. هل يمكن أن نذهب نحو تنفيذ هذا القرار على المدى ربما المتوسط أو القريب كما يطالب به زيلينسكي؟ وفي نفس الوقت ألا يقوض أيضا هذا ما يسمى بالسلام الاقتصادي بشكل عام، لأن روسيا لن تقبل بطبيعة الحال أن تحول أموالها إلى الجهة التي تعتبرها عدو؟ فعلا هو الناحية الفنية صعب جدا، لأن هذه الأموال موضوعة في الخارج كوديعة يعني في بنوك أجنبية خاصة في دولة بلجيكا، وعليها نسبة فوائد توجه نحو روسيا. هذه نسبة الفوائد مجتمعة في السنة الواحدة تعطي 2 إلى 5 مليار دولار، فالقرض بقيمة 50 مليار دولار يكون على مدة 10 سنوات، لأنه الآن كل هذه الدول الجيسات مطالبة بتقديم قسط معين، المجموع سيكون 50 مليار دولار. صحيح. فمن ناحية فنية صعب تحويل هذه الأموال، ثم في تحديات قانونية أخرى، لأنه إذا اشترى أحد ما منزل في الخارج، هل هذا يعني أنه في يوم ما سيتم مصادرة هذا المنزل؟ فمن ناحية قانونية أيضا صعبة، ثم من ناحية اقتصادية مؤلمة، لأنه سحب الأموال من البنوك الأوروبية وهو مكان تواجد الكثير من الأصول الروسية يقلل من الكتلة المالية المتداولة، وبالتالي من أين سيحصل المستثمرين على التمويل؟ ثم أيضا من نواحي أخرى يشير أن تستفز في دولة نووية، ففيه الكثير من التحديات، ثم فيه متغيرات أخرى، وهذا لا يخدم أيضا الأمن المطلوب من أجل أن يشجع الاستثمارات في هذه القارة. نعم، والتحدي الكبير، لأنك ذكرت أن زيلينسكي يريد تقديم هذا القرض لأنه يعلم أنه إذا وصل ترامب إلى البيت الأبيض صحيح. سينتهي موضوع أوكرانيا ولن يكون الحدث في الشرق الأوسط، لأن ترامب ما يهمه وما يخيفه هو العدو الاقتصادي وهو الصين، وبالتالي لو ديبلاسمون تاع لا كريز راح يروح ذر الباسيفيك، راح يروح للصين. وما سيقوم به ترامب هو أنه سيشجع الأوروبيين على يعني بويكوتي لاشين، يقاطعوا المنتجات الصينية. لذلك زيلينسكي يريد الآن تقديم هذا القرض، حتى البيان الختامي يقدر يبقى يكون مهدد، يعني يقدر ما يطبقش في حال ما وصول ترامب، الأمر يبقى خلينا نقول مستحيل، لانه استانيكونوميست اللي حيولي في الرئاسه، بالتالي كل وهنا تفتح ربما المجال للحديث عن ما يسمى الفكر الاقتصادي لليمين المتطرف، وهو ربما مغير تماما للخطط الاقتصاديه والسياسات الاقتصاديه التي الان يتناقش عليها القاده السياسيون في باريا الايطالي. بالفعل هو كل المواضيع الان الأمنية والسياسية لازم لها التمويل. اليوم تمت مناقشة حتى بالنسبة لموضوع الإجهاض، هل سيكون يعني قانوني بشكل عادي في العديد من الدول أم لا، لكن الخلفية اقتصادية، بيك فارما، كبار شركات صناعة صيدلانية هي اللي يعني تحاول دفع نحو هذا المسار. نعم، تدفع نحو هذا المسار في بعض المكملات، بعض الأدوية، بعض الآلات، إنشاء شركات في مجال صناعة صيدلانية، الأوسبيتاليزاسيون، فكل شيء يعني مرتبط بهدف اقتصادي وهذا هو الأساس. يعني ربما أيضا هي نقطة تتعلق مباشرة بالملفات التعاون مع القارة الإفريقية،
ولكن سنؤجلها بعد أن نتحدث عن ربما هذا البعبع بالنسبة للعديد من القادة الأوروبيين حول ما يسمى شبح اليمين المتطرف الذي الآن أصبح الرقم الصعب في الاتحاد الأوروبي أولاً، ويمكن أن يصل إلى سدة حكم العديد من الدول الغربية. في رأيك بروفيسور مصطفى صايج، هل تعتقد بأن الآن اليمين المتطرف هو الأقرب إلى سلطة القرار في الغرب ربما كما لم يكن من قبل؟ أولاً هناك مجموعة من الملامح بدأت تتشكل تقريباً لمدة 4 عقود، بمعنى إذا حسبت صعود اليمين المتطرف، ما يسمى اليمين المتطرف باختصار هي أيديولوجية قائمة بالأساس أنها رافضة للاندماج الأوروبي بالأساس، كانت رافضة لهذا التوسع على حساب تسميه بالسيادة الوطنية وتآكلها لصالح الاتحاد الأوروبي. الجانب الثاني هو حصيلة الأزمات المالية والاقتصادية والصدمات الاجتماعية التي حدثت داخل أوروبا ذاتها. ثالثا وهي تقريبا تعيش في ظل المرحلة الانتقالية والفوضوية للنظام الدولي. كل ما تعمق منذ سقوط الاتحاد السوفيتي إلى غاية اليوم، الملاحظة الأساسية أن الأحزاب الكلاسيكية والتقليدية التي كانت تؤطر الحياة السياسية وهنا بديناميكية وبتنوع أصبحت مختفية كليا. نتحدث عن نموذج الماكروني الآن، الفرنسيين عندما يتحدثون عن الماكرون هي ظاهرة جاءت في 2017 تشكلت من فسيفساء من الأيديولوجيات، بمعنى أنت الوسط، لديك اليسار، لديك اليمين، وبالتالي هذه الفسيفساء أصبحنا في قضاء على المفهوم البرمجة الأيديولوجية للأحزاب، وهذه الكلاسيكية التي أصبحت بثنائية محكمة مثلا في بريطانيا العمال المحافظين أو في الولايات المتحدة الأمريكية بالمفهوم الديمقراطي والجمهوري. لكن حتى الظاهرة الترامبية دونالد ترامب هي ظاهرة كذلك، هي لم تأتي من الأطر الحزبية، ظاهرة مالية قطاعات هكذا إعلامية أثرت، وبالتالي يشكل كذلك تحدي بالنسبة يسمى باليمين المتطرف داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكل أكبر ديمقراطية ليبرالية وتسوق هذا المنتوج الديمقراطي للعالم وكسرت الكثير من الدول في هذا الإطار. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الأزمات الاقتصادية وعدم الاندماج خصوصا ما بعد فترة كوفيد، ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذا لاحظت المؤشر في ربما صبر الآراء سيكون أن المواطن أصبح يعيش في حالة الخوف واللا أمن من المستقبل، يعيش أزمات يومية في معيشته. أكبر اقتصاد في أوروبا هو ألمانيا. الآن صبر الآراء في ألمانيا يقولون بأن المعيشة في الدول الأوروبية الاشتراكية السابقة في شرق ووسط أوروبا أفضل من المعيشة في ألمانيا، لأن أولا انعكاسات أسعار الطاقة، انعكاسات الحرب وتكاليف التي تمنح إلى الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ترويج هذا الخطاب العدائي داخلين. أول العداء بالمفهوم بسيط، هو كليشيهيات بسيطة جدا، عندما تقول أن أسباب البلاوي العالمية في أوروبا هو هاد المهاجرين، وبالتالي هنا سوف نتصاعد مع الكسينوفوبي. معاداة الأجانب أصبحت بدرجة في كل سنة تتزايد، وبالتالي أصبح المشكل وكأننا نعود إلى السبعينات والثمانينات عندما بدأت تلك الملامح مثلا في فرنسا وحتى في إيطاليا وبريطانيا أن يتم في بعض الأحيان قتل وصدامات حتى الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الآخر طبعا هو أن الوصفة إلى الظاهرة الداخلين لديها وصفة خارجية. تقريبا هناك شبه إجماع بأن الوجود برغم من أنها انتخبت في البرلمان الأوروبي فهي لا تؤمن بهذا الاندماج الأوروبي، وكأن في بعض الأحيان طرحت حتى في فرنسا العودة إلى بريكسيت، بمعنى هل هناك انسحاب على طريقة النموذج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لأن سبب المشاكل بالنسبة إليهم أن المهن، أن الحياة الاجتماعية يأخذها الآخرون على حساب المواطن الأصلي الموجود في يعني الدول الأضعف اقتصادا على حساب الدول القوية. هذه تقريبا هي الملامح العامة. أنا أقول بنية النظام الدولي على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاستراتيجي، في غياب السلام، هذه الحروب لا متناهية كلها أدت إلى فقدان القدرة
على بناء الاقتصاد الحقيقي، وفقدان المواطن أصبح في خوف. وهنا الظاهرة الثانية بعد معاداة الأجانب للأسف لاحظناها هي معاداة الإسلام. الإسلاموفوبيا أصبحت ظاهرة تقريبا تغذي هذه الجماعات اليمينية المتطرفة، وكأن الإسلام المسجد الحجاب، وللأسف أصبحت برامج انتخابية بالنسبة لهذا التيار. لاحظنا في ما حدث عندما ظاهرة حرق القرآن الكريم، أصبح أي مواطن معادي للإسلام، حتى بعض الأنظمة الأوروبية أصبحت تحمي هذه الظاهرة، بمعنى في غياب هنا الإزدواجية مرة أخرى. صح. في الحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني 120 ألف قتيل، كان هناك يمنع للصحفيين الإعلاميين المنظمات المجتمعية المدنية أن تتحدث عن ضغط أو انتقاد إسرائيل بحجة أن هناك معاداة سامية، بينما يحق والشرطة تحمي ذلك الذي يحرق المصحف الكريم الذي يشكل، برغم من أن القوانين كلها هو الحفاظ على الأديان المقدسة. صحيح. وهنا تلاحظ بأن هناك نوع من دعني أقول الضغط الإنساني والهروب من القيم الإنسانية التي هي في الحقيقة ذات اتجاه صواب. والجانب الثالث للأسف، الملاحظة الأساسية في أوروبا هي عامل قيمي بالأساس. هناك بعض الدراسات تقول أن أوروبا ستكون بعد 20-30 سنة 50 سنة بدون بعد ديموغرافي حقيقي، لأن نعم. القيم الزواج للجميع وغيرها من القيم التي قضت على الأسرة وقضت على حق المرأة وحق الرجل والعائلة، وهذه من المشاكل الاجتماعية العديدة في أثر، وبالتالي هذا الاضطراب النفسي والقيمي والاجتماعي الاقتصادي هو الذي يعكس لك. هنا في النهاية البعض يشبه المرحلة التي يعيشها أوروبا بمرحلة صعود الفاشية والنازية في فترة الثلاثينات في أوروبا، بمعنى هل سنعود إلى هذا ما قبل الحرب العالمية يعني. لكن هل تعتقد بأن وصول هذا المنطق الاقتصادي ربما المتطرف حتى من ناحية القرار الاقتصادي والقرارات الاجتماعية والسياسية، هل سيقود في الأخير ما سيتوصل إيه وتتوصل إليه هذه القمة؟ لأنه لازال تدعم السياسات الاجتماعية الاقتصادية، لازال تدعم التعاون الاقتصادي البيني في أوروبا. هو الجماعات اليمينية المتطرفة لديها خطاب كليشيه بسيط جدا، لكن بمجرد ما تصل إلى سدة الحكم سوف تصطدم بالواقع. وهنا إذا لاحظت مثلا اليمين المتطرف في فرنسا لماري لوبان وابنته ولواحقها في مراحل معينة تنتقد بأنه يمكن أن ننسحب من الاتحاد الأوروبي، وهي موجودة ب 30% من نسبة المقاعد الفرنسية في أوروبا، بمعنى كيف تنتقد وأنت موجود ثم تعيد تكرير الخطاب. لأن كما قلت الملاحظة الأساسية في الخطاب اليميني أو أي ظاهرة متطرفة في العالم أنه خطاب اختزالي وتبسيطي جدا للمسائل المعقدة اجتماعيا وسياسيا وقيميا واقتصاديا، بمعنى أن الأجنبي هو سبب المشاكل أو أن الإسلام هو سبب مشاكلنا أو الاندماج، بالرغم من أن الاندماج شكل نموذج في أوروبا لاندماج ما يقارب 400 مليون نسمة وما حققته الاقتصاديات الأوروبية في كل اتجاهات. لكن هذا التفاوتات الموجودة الآن كما قلت نتيجة كوفيد ونتيجة انخراط القوى الأوروبية في المسألة أو الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى، وخصوصا في نفس الإطار أصبح هناك منافسة. الغرب في حد ذاته يعيش مرحلة الإضمحلال أو الاندثار، لأن الآن نتحدث عن الحضارة الأسيوية، السعود الصيني، الهند مثلا، وهنا على هذا الأساس الولايات المتحدة الأمريكية كل بوصلاتها في العشر سنوات الأخيرة أصبحت نحو الهادي، المحيط الهادي، المحيط الهادي، الهندي الهادي، لأنها الثقل الاقتصادي موجود في هذه المنطقة. وبالتالي هنا حتى بمناسبة أستاذ بدر الدين، المجموعة الاقتصادية السبعة في السبعينيات كانت تحتل 70% من البي بي بي تقريبا، الآن البعض يتحدث 40 لكن في الواقع أقل من 30% من البي بي، بمعنى أصبح هناك صعود لانتقال القوة الاقتصادية والمالية الاستراتيجية لمركز آخر خارج الغرب وهو آسيا. وهنا التحدي للنظام المستقبلي القائم بين مكانة الغرب وحفاظه على مستقبله في النظام الدولي، وبين هذا التحدي والتهديد. وحتى المجموعة الاقتصادية في بياناتها كانت الصين حاضرة بشكل ملفت الانتباه حتى في أبسط التفاصيل، بمعنى أن السيارات الكهربائية والطاقوية التي أصبحت تدعمها الصين أصبحت منافسة للإنتاج الأوروبي ذاته وحتى الأمريكي، وبالتالي الصراع ليس فقط قيمي وإنما حول القوة التكنولوجية، حول القوة الصناعية التي بدأت تفقدها هذه القوى في هذه اللحظة. ومن بين
أيضا الأرقام المهمة في معادلة هذا الصراع الاقتصادي هي القارة الإفريقية، القارة الإفريقية ولكن حاضرة على طاولة هذه القمة بملف التنمية والهجرة غير الشرعية، يعني ملفات أزماتية إن صح التعبير. هل تعتقد بأنه حقيقة دول مجموعة السبع لها من الجدية ما يكفي لمعالجة هذه الأزمات من الناحية الاقتصادية؟ والله لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، لأنه وكالة نوفا الإيطالية نشرت منذ قليل البيان الختامي قبل يوم غد في مقتطفات تقول بأنه المتعلق بدعم التنمية في إفريقيا هو كالتالي: تنسيق أجندات دول السبع مع أجندات دول الجروب ست وفقط. فلو تم يعني تنسيق بين هذه الدول العظمى، ولكن لما يتعلق الأمر بأوكرانيا كان فيه ضغط كبير من أجل الحصول على التمويل، فلو يتم معالجة مشكلة التنمية في إفريقيا بنفس الجدية التي يعالج بها المشكل الأوكراني، هنا نعم نستطيع الحديث على أنه إمكانية قيام الجيسات بدعم التنمية في إفريقيا. ثم أيضا أنه هذه الدول الجيسات أيضا تواجه صعوبات، لأنه من جهة هي لا تمتلك التمويل الكافي، هي تعيش على الديون، 127% ديون بارابول البي بي ككتلة كمجموعة. في نفس الوقت هل تترك إفريقيا للصين؟ هل تترك إفريقيا لروسيا؟ هل تترك إفريقيا لتركيا؟ لأنه الشريك الاقتصادي والتجاري الأول هي الصين، ثم بعد ذلك تركيا. فمن ناحية هي تريد التمويل والتنمية حتى تتواجد أكثر، لكن من ناحية أخرى فيه ضغط أيضا من طرف دول الصين، دولة تركيا، فالأمر صعب نوعا ما. لذلك أنا لا أعتقد بأن تنمية إفريقيا هي أولوية، لا أعتقد بأنها أولوية بالنسبة لمجموعة الجيسات. طيب ما الذي تحتاجه إفريقيا من دول المجموعة السبع الأكثر صناعة في العالم؟ ونحن نعلم أيضا المخلفات أو ربما الأزمات على خلفية الانعكاسات الصناعية التي تعيش إفريقيا، انعكاساتها سلبية بطبيعة الحال. هو الحديث حاليا حول نقطة واحدة فقط، وهي تخفيف عبء الديون المتواجدة على عاتق هذه الدول الإفريقية والتي أخذتها من عند مجموعة الجيسات وفقط. ولكن القارة الإفريقية تحتاج استثمارات مش في القطاع التقوي، في كل القطاعات، تحتاج التكنولوجيا، لأن كل ما تصدره معظم الدول الإفريقية هي مواد أولية خام، مواد أولية خام، هي لا تمتلك التكنولوجيا من أجل التصنيع. لو تمتلك هذه التكنولوجيا كيف يكون في تصنيع؟ رغم وجود القمة الروسية الإفريقية، رغم وجود القمة الأمريكية الصينية أيضا، رغم وجود القمة الصينية. فأنا أعتقد بأن الحل مش حيجي من خارج إفريقيا، بمعنى على الدول الإفريقية أن تعتمد على نفسها، البحث، التطوير، أخذ قروض. المهم أنه الحل يأتي من داخل، من الداخل. إفريقيا. ثم الجزائر أيضا تعمل باعتبارها اليوم كانت حاضرة، أيضا الجزائر تعمل على التواجد أكثر في إفريقيا. صحيح. باعتبارها أولا بوابة لإفريقيا، الجهود التي بذلتها مؤخرا في فتح خطوط النقل البرية، البحرية، الجوية. صحيح. والدفع نحو هذه المقاربة، التعاون الإفريقي الإفريقي ضروري، حتى والاستثمار الإفريقي الإفريقي، الاستثمارات المهيكلة الآن اللي راي في الجنوب راح لإفريقيا، خط العابر للصحراء، خط الحديد وهران بشار تندوف من جمغار جبيلات، انبوب الغاز نيجيريا نيجر الجزائر. صحيح. لي جون فرونش في 2025 رايحين المناطق التجارة الحرة مع هذه الدول الإفريقية، ففيه مساهمة جادة من طرف الجزائر. حتى لما نشوف من ناحية مالية تم تخصيص مليار دولار مباشرة هكذا من طرف السيد الرئيس في الوكالة الدولية الجزائرية من أجل تنمية، من أجل مشاريع تنموية، في حين أنه بعض الدول الأوروبية التي تتغنى بالتنمية في إفريقيا كل ما جمعته هي 5 مليار دولار، 5 مليار دولار في مشاريع طاقوية، رغم أنها أكبر المستثمرين في خصوصا في مجالات الطاقة في هذه القارة الإفريقية. إيه نعم، خاصة يعني مثلا لما نشوفه فيه شركات غاز بروم متواجدة في إفريقيا، فيه شيفرون، فيه إكسون موبيل، فيه إيني الإيطالية، فيه العديد من الشركات، ولكن يبقى الأمر فقط باستغلال المواد الخام، في حين أن المطلوب هو توفير التكنولوجيا الأساسية للمرور نحو التصنيع بدل تصدير المواد الخام فقط.
طيب هل تعتقد بأنه ربما الآن وانعقاد هذه القمة في ظل كل هذه ما يسمى ربما بالانكماش الاقتصادي العالمي، هل تعتقد بأنه إيطاليا تحديدا وسط هذه الدول الأعضاء في المجموعة السبع هي التي تحقق لحد الساعة هذه الطفرة الاقتصادية من ناحية النمو بالمقارنة مع الدول الأخرى والاستقرار أيضا حتى السياسي؟ أبدأ من حيث انتهيت، ومن ناحية الاستقرار السياسي تم يعني ميلوني فازت بمعظم يعني الانتخابات الأوروبية العادية، معظم المقاعد والأصوات، معظم المقاعد. فما أيضا التحدي الكبير يتواجه إيطاليا الآن هو مشكل الهجرة، مشكل الهجرة مش كبير. لوني المنظمة المتحدة قالت أنه في 2023 عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا البحر المتوسط نحو إيطاليا هو 261 ألف مهاجر غير شرعي. دونك هذا يمثل تحدي كبير اقتصادي. تونس كانت حاضرة، الجزائر كانت حاضرة. هذه التحديات تتطلب عمل جماعي وتتطلب تنسيق. نعم ممكن إيطاليا دولة قوية صناعيا، ممكن أنها تكون عندها وضع اقتصادي مستقبلي جيد، خاصة بأنها لم تتأثر من نقص الإمدادات الغاز المتأتية من روسيا بالنظر إلى عملها مع الجزائر وإمدادها بالغاز الجزائري. فالمدخلات الاقتصادية متوفرة وهي تمتلك التكنولوجيا مقارنة بما يحدث في دول أخرى التي تهتم بالمقاربات الجيوسياسية بدلا من المقاربات الاقتصادية مثل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في حال ما عاد ترامب ستعود القوة الاقتصادية مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتظهر الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوة اقتصادية رغم أنها هي الآن لكن ستبقى أكبر قوة اقتصادية مقارنة بإيطاليا. فعال. طيب قبل أن نواصل هذا النقاش، الآن يحين موعد صلاة أذان العشاء بمدينة العاصمة أو الجزائر العاصمة وضواحيها، نستمع لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا إله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل له صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن نعود إلى نقاش برنامج في قلب الأحداث، ونتحدث عن قمة الدول السابع بإيطاليا. بروفيسور مصطفى صايج، الآن الحضور الجزائري أيضا هو انعكاس لهذه الأدوار التي يلعبها على المستوى الأممي دبلوماسيا، سواء في مجلس الأمن أو بالأمم المتحدة وعلى مختلف ربما الدوائر الإقليمية والقارية. كيف ترى دور الجزائر في ربما تقريب المواقف والرؤى لمصلحة القارة الإفريقية من جهة، وللمرافعة من أجل القضايا العادلة في العالم؟ طبعا أنت تعرف الدعوة في حد ذاتها، دعوة الحضور تعطي مكانة الجزائر بكل مقاييس. المقياس الأول أن تشكل قوة جيوستراتيجية بالمفهوم العام التقاوي. نتذكر في المنتدى الأخير في الجزائر في بيان منتدى المنتجين المصدرين للغاز، كيف أن الجزائر أصبحت تشكل الدولة التي تقوم بدبلوماسية السلام الطاقوي، لأن مخرجات بيان الجزائر كيف نجد التنسيق أولا في إطار هذه التهديدات والبحث عن المورد الحيوي. بالمناسبة جيسات أذكر فقط أنه كانت نتاج الأزمة 73 استخدام الطاقة واستخدام الأزمة المالية العالمية، وبالتالي هنا الجزائر من خلال المنتدى الاقتصاد للمصدرين للطاقة كانت تقريبا هي دعني أقول التي تقوم بحملة العلاقات العامة لمجموع الدول المتناقضة مع الغرب ذاته، الموجودة روسيا، موجودة إيران، التي تشكل تحديات بالنسبة إلى الرؤية والإدراك الاستراتيجي الغربي. وهنا الجزائر في تلك الفترة قدمت دعوة لحضور إيطاليا. وهنا لماذا هذه الدعوة المتبادلة بين إيطاليا والجزائر؟ لأنها تشكل نموذج لمد الجسور الاستراتيجية في إطار تعاون ما نسميه بالسلام الطاقوي، باعتبار أن المشاريع الكبيرة جدا سواء بمشروع أوريكوماتي أو كما سبقني الأستاذ شخرشي قبل قليل مشروع إيطاليا إفريقيا التي ضخت ما يقارب 6 ملايير دولار على أن تكون هناك تنمية مستقبلية في هذا الإطار. الجانب الثاني، المقياس الثاني، أنا الآن مثلا في اللقاء الذي كان بين رئيس الفرنسي ماكرون مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المصدر الإليزي ذاته يشيد بهذا الموقف. عندما تقرأ الآن في موقع الإليزي ماذا يقول؟ أن اللقاء في حد ذاته كان وضع النقاط لدفع العلاقات المتقدمة بين الجزائر وفرنسا، خصوصا بعد زيارة ماكرون في أوت 2022 في إطار ما يعرف ببيان الجزائر. والنقطة الثانية هو الحركية في مشروع الذاكرة الذي أصبح الجزائر متمسكة به، وهنا تشيد بدور في الدورة اللجنة الخامسة والمطالب في هذا الإطار. لكن النقطة المهمة جدا وهذا الذي عملته الجزائر في الدبلوماسية المتعددة الأطراف في مجلس الأمن، فرنسا في بيانها تشيد بالدور الجزائري في مجلس الأمن وتقول أننا سهلت لنا العملية في التنسيق لإيجاد الدولة الفلسطينية، وفي النهاية تم التوافق على المشروع 27-25 المتعلق بوقف إطلاق النار. صحيح. بمعنى هذا كله يضيف أن ثقة فرنسا بما يجري من تحديات جيوستراتيجية في الساحل أو في ليبيا، بمعنى أن الجزائر أصبحت محط أنظار ومحط طلب، خصوصا بعد التحديات التي عاشها فرنسا في منطقة الساحل أو أفريقيا. وهنا العودة إلى المقاربة الأمنية والدبلوماسية الجزائرية ورؤيتها الواضحة لما يجري في أفريقيا. طبعا الجانب الآخر أنك تعرف بأن الجزائر ملتزمة بأجندة إفريقيا 2063. في هذا الإطار أصبحنا نموذجا في القوة الاقتصادية على كل المستويات، إذا حسبتها بالمشاريع، إذا حسبتها بالمشاريع اندماجية على مستوى الجوار، كلها تعطيك نوع من الثقة في هذا الدور. وبالتالي لسان حال الجزائر أنه ليس فقط أن ننظر إلى القارة الإفريقية كتهديدات أمنية أو إرهابية أو هجرة غير شرعية، وإنما الأمن الشامل، بمعنى ما هي قدراتكم في ضخ المشاريع التنموية في هذه المنطقة، وبنفس الصوت والصورة الذي نقوم به في تسويق القارة الإفريقية لدى المجموعة الاقتصادية السبعة، عملناها مع الصين وعملناها مع روسيا ومع مجموعات بما فيها اليابان وحتى كوريا الجنوبية. بمعنى أن في النهاية هذا الحضور في حد ذاته هو اعتراف بما كانت الدور، ونقولها صراحة
أن رئيس الجزائري في التزاماته 54 مع الشعب الجزائري كان بند أساسي، وهو أن نعطي هذه الديناميكية للدبلوماسية الجزائرية بكل أبعادها وأن تكون استباقية. وبالتالي الحضور كان سبقه فرض الرئيس الجزائري حضور في مؤتمر برلين 2 في حل الأزمة الليبية، بمعنى لا يمكن أن تحل القضايا الجوهرية في حدودك بدون أن يكون هذا الدور الجزائري. وأصبحت هناك قناعة على كل المستويات، وأعتقد أن الصور في حد ذاتها هو هذا الاعتراف بهذه المكانة، ولأول مرة في التاريخ الجزائر تستدعى إلى هذا الجانب. وهنا الملاحظة الأخرى ربما الغير مختصين، المجموعة الاقتصادية السبعة هي منتدى وليس تكتل إقليمي. عندما تقول منتدى هو مكان للتشاور للتنسيق الرؤى، في بعض الأحيان قد تترجم بعض السياسات، لكن المهم بالنسبة إلى الدور الجزائري ما نسميه بالعلاقات الدبلوماسية العامة. صحيح. ما يجري على الهامش هو أكثر مما يجري على المباشر وعلى العلن. هنا على أنا قلت لك مثلا الآن عندما تقرأ البيان الذي صدر أقل من 3 ساعات في الموقع الإليزي الرسمي، فهو إشادة واضحة بالدبلوماسية الجزائرية، هذا الدور الجزائري على كل المستويات سواء على مستوى مجلس الأمن، وهنا الإشادة حتى بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية. وفرنسا تقول أن هنا لاحظت ليس هناك أي فيتو فرنسي فيما يتعلق بالمشروع القرارات التي قدمت مشاريع، لأن أصبح هناك ضغوط داخلية لكن هناك ثقة، وكأن فرنسا محاولة العودة إلى السبعينيات عندما كان الحوار العربي الأوروبي، وفرنسا حتى مع ديغول في فترات معينة كان هذا التوازن في الصراع العربي الفلسطيني أو الإسرائيلي بما يقدم قيام الدولة الفلسطينية، وكان صراحة في النهاية أن يعمل معا على قيام الدولة الفلسطينية، وهذا مهم جدا في اعتراف للجزائر بهذا الدور. إضافة كما قلت أن الدعوة من إيطاليا يكفيك فخرا أن الإيطاليين لم يكن هذا العرس الاقتصادي العالمي ممكن أن ينجح بدون أن يكون هذا الحضور القوي للجزائر، خصوصا في الجلسة التي تهمنا مباشرة، لأن الجلسة التي حضر رئيس الجمهورية التي تهم أولا إفريقيا، البعد المتوسطي، البعد الطاقوي مع الذكاء الاصطناعي، بمعنى هذا كله يعطيك بأن المشاريع الموجودة في إفريقيا في المتوسط لا يمكن أن تكون بدون هذا الدولة، لا أقول ارتكاز استراتيجي وإنما المحور الذي سيشكل الندية في التعامل المستقبلي بمشاريع عملاقة على كل المستويات. طيب ربما في الأخير دكتور خرشي، دائما في إطار الدور الجزائري اليوم على المستوى الإقليمي والدولي، كيف ترى الدبلوماسية الاقتصادية أيضا وأدوارها المستقبلية من خلال حضور في مثل هكذا قمم اقتصادية بربما أبعاد جيوسياسية، كيف ترى أدوارها في دائما الحفاظ على هذه العلاقة الاقتصادية رابح رابح ما بينها وما بين هذه الدول وما بين القارة الإفريقية أيضا وما بين هذه ربما التكتلات الاقتصادية؟ والله بدي نشوف اليوم حضور الجزائر كضيف شرف، ضيف شرف معناه الذي حقق نتائج فيما يخص موضوع الحدث. فالجزائر حققت إصلاحات اقتصادية كبيرة ودول الجيزة تهدف إلى هذا. الجزائر عملت على القيام بعمليات كثيرة متعلقة بالتنمية في إفريقيا ودول الجيزة تبحث أيضا عن هذا. ثم ما تقدمت بالسؤال عنه وهو الدبلوماسية الجزائرية فيما يتعلق بشقها الدبلوماسية الاقتصادية. لما لاحظ السنة الماضية السيد الرئيس توجه نحو الصين، توجه أيضا نحو روسيا، في هذه السنة توجه نحو إيطاليا وهي محسوبة على المعسكر الغربي يعني الولايات المتحدة الأمريكية وذلك. هذا هو أساس نجاح الدبلوماسية الجزائرية، دائما التوازن ليكيليبر سي لا ديان دو لا دبلوماسي الجيريان، التوازن كان دائما هو كما ليطا سوسيال سي لا ديان دو لا لوا دو فينونس، نفس الشيء بالنسبه للتوازن. وعمليا موجود، لما راح السيد الرئيس السنه الماضيه للصين قال لك ان الصين ستاتي الى الجزائر وتستثمر 36 مليار دولار خاصه في مشاريع السكه الحديديه. في الاسبوع الماضي شركه اكسون موبايل وقعت عقد مع شركه سوناتراك، هي شركه امريكيه. يوم امس شركه شيفرون وقعت عقد مع الجزائر وهي شركة أمريكية. ففي كل فترات الرؤساء السابقين للجزائر كانت في شركات أمريكية تجي الجزائر تشتغل في قطاع الطاقة، ولكن سي لا بروميير فوا وين نشوفوا لي بلو غران سوسيتي أمريكان يجوا للجزائر، شيفرون وإكسون موبايل.
لما نشوفوا لورول اوفنسيف اللي كانت لعب فيه الجزائر في مجلس الامن وفي الامم المتحده، في نفس الوقت تجي الشركات الكبيره الامريكيه للجزائر وتستثمر، قد يبدو هذا نوع من التناقض، ولكن علاقه الجزائر بالدوله الجزائريه بالدوله الامريكيه مش نفس علاقه الجزائر بالاداره الامريكيه، لانه اليوم راهو بايدن غدوه يجي ترامب، ولكن الجيتازيني استنالي استراتيجيك بالنسبه للجزائر، لا روسي استنالي ميليتير، ولاشين استنالي ايكونوميك. هذا التوازن هو اللي دائما يضع الجزائر في موقف قوه، يترك كل الدول تبحث عنها، وهو ما يضيف الكثير للاقتصاد وللدبلوماسيه الجزائريه. طيب ربما في الاخير ربما نتوجه مباشره الى فقرات البرنامج، البداية بفقرة صناع الحدث. أول تصريح معنا للسيد عمار بن جامع المندوب الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، الذي يقول المغرب يصر على مناقشة حله الوهمي المتمثل في الحكم الذاتي كحل وحيد للتفاوض، ويرفض التحدث عن تقرير المصير أو عن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. تصريح ثاني لفلاديمير بوتين الرئيس الروسي، الذي يقول ندعو إلى عالم متعدد الأقطاب، وهذا يتطلب تعديلات في الأمم المتحدة. التصريح الأخير معنا هذا الأسبوع لأنطوني غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقول نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات وبات على حافة التشرذم. إذن أبدأ معك دكتور خرشي، أي هذه هي التصريحات تعلق عليه؟ والله تصريح بوتين مهم وعنده علاقة بما يحدث في قمة الجيسات. في البيان الختامي اليوم دائما وكالة نوفا إيطاليا نشرت بأنه تم ذكر مصطلح الصين 26 مرة وروسيا 61 مرة. نعم الرئيس الروسي يدعو إلى عالم متعدد الأقطاب، لأن عالم بقطب واحد خطير، خطير جدا. يعني بأي حق كيف يمكن تجميد حوالي 300 مليار دولار روسية فقط لأنه فيه قطب أحادي واحد يتحكم في المعاملة المالية؟ نعم، أنظمة تحويل المال. لذلك الآن رأينا في السنة الماضية عدد كبير من الدول يقدموا طلبات للانضمام إلى البريكس، لأنهم يخافون أن يحدث لهم ما حدث لروسيا. بدأت الآن دول تعمل على تطوير أنظمة تحويل المال، بدأت تعمل على استخدام العملات المحلية في عملية التبادل كالصين وروسيا مثلا. نعم كالصين وروسيا، البرازيل نوعا ما مع الصين، مع روسيا بعض الأحيان. فالأمر مهم جدا تطرق إليه بوتين، لأنه احتكار دائما ما يجيبش نتيجة، لما يكون قطب واحد يتحكم في كل شيء يضغط نوعا ما. طيب بروفيسور مصطفى صالح. أولا عمار بن جامع مندوب الجزائر بالأمم المتحدة، هو تعرف أن هناك اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، صحيح، واللجنة السياسية كذلك معروفة اللجنة السياسية، تقريبا سنويا هناك نقاش حول الأقاليم والأراضي التي لا تزال مصنفة منذ 1963 غير مستقلة، وبالتالي هذا النقاشات في كل مرة. هنا مواجهة دبلوماسية المغرب ما أسمى بدبلوماسية أشعب، كذبة كذبة فصدقها. أنت لديك كل مواثيق الأمم المتحدة، كل القرارات تصر على أن المسألة قضية تصفية الاستعمار، حتى الجلسة التي تناقش مجدولة منذ 1963 على أساس أن إقليم الصحراء الغربية مستقل، بما فيها رأي المحكمة العدل الدولية الاستشارية في 75 التي لجأت إليه المغرب ذاته، وكان هناك صفعة قانونية من الفقهاء المستقلين عندما قالوا ليس هناك لا روابط سياسية ولا تاريخية ولا قانونية بين المملكة المغربية وبين إقليم الصحراء المستقل، وآخرها محكمة العدل الأوروبية في 2016 التي قالت هناك إقليمين منفصلين، وحاولت أن تضغط على السلطة التنفيذية في أوروبا لكي لا تسرق الموارد لحق الشعب الفلسطيني. هنا للأسف عجز وشلل الأمم المتحدة، عجزها على مستوى مجلس الأمن، لأن أن يتم وقف إطلاق النار بإرادة الطرفين
البوليزاريو والمغرب كان على أساس أن نذهب للاستفتاء، والآن المينورسو هي شاهد بعثة الأمم المتحدة لاستفتاء الصحراء الغربية. المماطلة المغربية والتواطؤ مع بعض القوى التي تمتلك حق الفيتو لم يلحق حتى بقضية حقوق الإنسان ومراقبتها، وبالتالي أنت تتفاوض. هنا ربما ما أعجبني في المندوب الجزائري وهو أنه أشعب الذي كذب كذبة فصدقها، يتحدث عن الطاولة المستديرة والطاولة المستطيلة، ومع العلم أن القضية بين الطرفين حول الخيارات المطروحة. طيب الرجاء إعادة فقط تصريح عمار بن جامع، لأنه هذا النقطة نريد أن نفصل فيها أكثر. تصريح بن جامع الذي جاء في كلمة باللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة أثار ربما الكثير من الأحاديث الإعلامية، خصوصا مع الرد القوي الذي رد به على بين قوسين الخزعبلات التي قدمها مندوب المغرب في هذه اللجنة، والتي يبدو أنه كان يغرد خارج السرب، ما جعل حتى ربما الحاضرين يضعون ربما تصريحاته في إطار لا معقول. طبعا كما قلت دبلوماسية أشعب كذب كذبة فصدقها، وأضيف أن الاستعمار دائما ما يوصف بأنه غبي لا يفهم بتكرار الدروس. أنت لديك قضية مصنفة قانونيا لدى الأمم المتحدة ذاتها، كان ممكن أن تمارس كذبك خارج قاعة الأمم المتحدة، لأنك هناك وثائق وهناك قرارات وهناك الطبيعة القانونية والسياسية للمسألة في الصحراء الغربية هي تصفية الاستعمار، وبالتالي عندما تدرج أن نذهب إلى هذا الحل. هنا الخيارات التي يطرحها المغرب هو يتحدث عن الحكم الذاتي كخيار أحادي، بمعنى عندما تقول أحادي، طيب الحكم الذاتي لماذا تفرض إرادتك على الشعب الصحراوي؟ والشعب الصحراوي قبل بمجموعة خيارات في الاستفتاء، بمعنى في 91 عندما الأمم المتحدة وضعت بعثة المينورسو ذهبت إلى الإحصاء السكاني لكي يذهب بعد 18 أشهر للتصويت. المغرب تماطل ونفى كل تلك الخيارات بما فيها الانضمام، لأن الحق فقط الحرية والقانون والديمقراطية أين تكمن؟ أن الشعب هو صاحب السيادة. وهنا تيمور إيستي أو تيمور الشرقية في 1999-2000 بنفس المسألة، وكانت مدرجة مع الصحراء الغربية كأقاليم غير مستقلة، وتم الاستفتاء. كانت مستعمرة برتغاليا، وإندونيسيا بمجرد ما سحبت برتغال بنفس السلوك مع المغرب والتي تقاسمتها مع موريتانيا. إذن هو فقط الموقف الجزائري هو تذكير وإعادة تذكير بمبادئ القواعد القانون الدولي وطبيعة آخر مستعمرة في إفريقيا. وهنا بالمناسبة إعادة انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، عندما تذهب إلى الجريدة الرسمية الملكية هناك أمر ملكي موقع على الانضمام، والموقعين على مجموع الأعضاء الاتحاد الإفريقي هناك رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، بمعنى إذا كان لا تؤمن بتلك الدولة هنا فقط الاستعمار الغبي الذي يماطل من أجل الموارد. وقالها الحسن الثاني صراحة أيام المسيرة الاحتلالية بتواطؤ مع الانسحاب إسبانيا، أترك وصية للمغربيين، الصحراء لا يهمهم لا الشعب ولا غيره، يهمهم ثلاث كما قال بول بارتا ثلاث موارد أساسية، لي زونجو دي تروا بي، بترول فوسفات اي بواسون، السمك البترول الفوسفات، والآن يستغلون الموارد الحيوية للشعب الصحراوي. وهناك تقريبا أقدم لاجئين بعد الفلسطينيين هم اللاجئين الصحراويين الموجودين في الأراضي الجزائرية، على الرحب والساعة، لأن الجزائر مضيافة وتدافع على هذه القضية كما دافعنا على مجموع القضايا موزمبيق في السبعينات مع الاستعمار البرتغالي، تقريبا مجموع القضايا الإفريقية الجزائر بنفس الصوت. وبالتالي على أشعب أن يكذب خارج المحافل القانون الدولي، ويمكن أن يكذب ويصدق كذبته في النهاية. طيب مباشرة إلى فقرة العالم هذا الأسبوع. من الجزائر، أعلنت لجنة العشر للاتحاد الأفريقي والمعنية بإصلاح مجلس الأمن وضع خطة عمل لرفع الظلم التاريخي بشأن عضوية القارة السمراء في مجلس الأمن الدولي. بالسنغال بدأ الثلاثاء إنتاج نفط في أول منصة بحرية بهذا البلد، حسب ما أعلنت عنه شركة وودسايد إنرجي الأسترالية المشغلة لهذا الحقل، لينضم هذا البلد إلى نادي الدول المنتجة للنفط الخام. في فلسطين قدمت المقاومة الفلسطينية الثلاثاء
ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة إلى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. دكتور خرشي، إليك لتعلق على أحد هذه الأخبار، والتي يبدو أنه سيكون الخبر الاقتصادي المتعلق بالسنغال. الله يوم تاريخي للسنغال. نعم. لأنه المشروع يهدف إلى إنتاج 100,000 برميل يوميا، والاكتشاف على مستوى البحر يعني فيه نوع من التجديد في استخراج الذهب الأسود. الحقل يحتوي أيضا على النفط ويحتوي أيضا على الغاز، هي إضافة للقارة الإفريقية بشكل عام وللسنغال بشكل خاص، من أجل تنويع اقتصاد السنغالي، من أجل استخدام إيرادات، لأنه في توقعات بمليارات الدولارات على أساس أن تستخدم تستغل، لا تفوت الفرصة من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي في هذا البلد، والتنمية الاجتماعية أيضا بالنسبة للشعب السنغالي، وهي أيضا فرصة للجزائر من أجل العمل بشكل مشترك مع السنغال، لأنه نذكر التوجه الحالي هو التوجه نحو إفريقيا، اكتشاف على مستوى يعني 100 كيلومتر على البحر مهم جدا بالنسبة للجزائر، لأنه الاكتشافات ما زال ما يشفي المستوى المطلوب بالنسبة للجزائر بالنسبة للحقول الممكن أنها تتواجد على مستوى البحر، فهي فرصة للجزائر من أجل العمل. مبارك مرة أخرى لدولة السنغال. بروفيسور مصطفى صايش. طبعا الدبلوماسية الإفريقية للجزائر، الاجتماع الجزائر اللي بيسمى باللجنة العشرية لإصلاح مجلس الأمن واستقباله على مستوى رفيع جدا من قبل رئيس الجمهورية، وهذه استمرارية بأن الجزائر تصر بأن العمل وفق المقاربة الجماعية للاتحاد الإفريقي حتى نرفع الظلم التاريخي والحصول على مطالبنا الذي لا توافقنا عليها في إعلان سرت أو توافق إزلويني، الذي يعني على الأقل حصول مقعدين دائمين في مجلس الأمن، وإضافة حتى نصبح 3 آخرين في غير دائمين، لأن أنت لديك 55 دولة في إفريقيا بالمفهوم الديمغرافي أو الجغرافي السياسي، هي قارة مظلومة تاريخيا، وبالتالي العدالة في النظام الدولي على مستوى الأمم المتحدة لا يكون إلا بهذا الإصلاح. وأعتقد أن الجزائر وضعت هذه الخطة في إطار العمل الجماعي والمقاربة الجماعية لكي تضغط في المفاوضات الحكومية التي تجري سنويا على هامش الدورات الجمعية العامة، لكن في نفس الإطار أن تضغط حتى على القوى الأخرى في إطار دبلوماسية رد الاعتبار للقوة الدبلوماسية للقارة الإفريقية. وهذا الذي نتمناه بطبيعة الحال. مباشرة إلى آخر فقرة، كاريكاتير هذا الحدث. إذن أترك لك التعليق بداية دكتور إسحاق خرشي على هذه الصورة. الجزائر بلد القارة، عاشر أكبر بلد في العالم من ناحية المساحة، ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا، دولة متوسطية من الناحية الاقتصادية والتجارية، إفريقية من الناحية الجغرافية، متوازنة دبلوماسيا ومستقرة سياسيا. اللهم بارك وزيد. بحول الله. بروفيسور مصطفى. طبعا صورة تفاؤلية كتفاؤل مجاهدي الجزائر 22 الذين أعلنوا الثورة الجزائرية في أول نوفمبر 54، كان ظلما وكان وهما بعيدا أن نناشدك يا نوفمبر وعيدا. بهذا المفهوم عندما يكون لديك الأمل الفسيح فأنت ترى بأن الجزائر التي اقتلعت الآن هي تشكل هذه الخريطة، على أن الجزائر بمكانتها الدبلوماسية في مجلس الأمن أو التصويت عليها في الجمعية العامة كنائب للرئيس أو هذا الحضور في الفضاءات الاقتصادية الجيواقتصادية الكبرى، يضاف إليها المؤشرات على المستوى الاقتصادي الكلي. إذا حسبت تقارير بيتنوس ذاتها في صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي في الأمن الغذائي أو فيما يتعلق بمؤشرات التنمية أو بالاحتياطات، إذن فقط في عصر الذكاء الاصطناعي هناك حروب هجينة جدا، ما تسمى بحروب النفسية والإحباطات، أن تخلق هذه الإحباطات لدى الشباب الجزائري لكي لا يتفائلوا بهذه الصورة. لنتفائل كما تفائل 22 الذين كان في سنهم لا يتعدى 27 سنة، بمعنى المستقبل
أجندة 2063 لا يمكن لإفريقيا أن تقتلع بدون هذه المنارة الجزائرية على كل المستويات. توازن المبادئ والمصالح، الدولة الوحيدة تقريبا بافتخار التي لا تساوم على مبادئها، وبالعكس في بعض الأحيان قد نترك المصالح من أجل المبادئ، وهذا الله سبحانه وتعالى حبانا به، ونحسد على هذه النعمة اللي تركها لنا شهداء نوفمبر. إذن شكرا جزيلا لك بروفيسور مصطفى صايج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على كل هذه الإضافات اليوم في هذا الموضوع الحدث المتعلق بقمة السبع بإيطاليا. شكرا جزيلا لك دكتور إسحاق خرشي المحلل الاقتصادي على الحضور وتقديم كل هذه أيضا الإضافات والتحليلات الاقتصادية في موضوع اليوم. بإذن نأتي إلى ختام برنامج في قلب الأحداث لهذا الأسبوع، نلتقي الأسبوع المقبل بحول الله، في أمان الله.